ياسمين عبد العزيز تستعرض رشاقتها وتسأل الجمهور أخص أكثر إليكم التفاصيل. النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز تريد تغيير حياتها بعد الطلاق من الممثل أحمد العوضي الذي مر عليه أكثر من 7 أشهر، فبعد أن غيرت ملامح وجهها والتي لاحظها الجمهور جيدا تريد الآن إنقاص وزنها وتغيير شكل جسمها، وكشفت ذلك من خلال سؤال غريب طرحته على متابعيها على الانستغرام. نشرت الممثلة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على تطبيق الانستغرام مصالة الرياضة وهي تستعرض رشاقتها بعد إنقاص وزنها، وسألت جمهورها كده تمام ولا أخس أكثر. وتفاعل الرواد المواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع مقطع فيديو حيث انهالت عليه التعليقات التي تتغزل بجمال النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، ومنها اوعى تخسي كده كفاية، في حالتين قمر ما شاء الله، كمان شوية صغيرة، قمر كده 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 قمر وكده قمرين ما شاء الله، أحب اهتمامك بجسمك، صار رياضي، الله يحفظك كيفما كنت قمر. أما عن السؤال الذي طرحته ياسمين في المنشور فأتت النتيجة 59% نعم، أي تخسر المزيد من الوزن، و41% كلا، وقد أجاب على السؤال أكثر من 67,000 شخص. أما عن الصعيد المهني تتعاون الممثلة ياسمين عبد العزيز مع الكاتب عمرو محمود ياسين في عمل درامي سيعرض خلال شهر رمضان 2025، واتفق على تقديم مسلسل مختلف، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كتابة المعالجة الدرامية والحلقة الأولى منه، كما اتفق الثنائي مع شركة الإنتاج سينورجي للإنتاج المسلسل. وتعود ياسمين عبد العزيز إلى الدراما شهر رمضان بعد غيابها في العام الماضي، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب النار الذي عرض في شهر رمضان عام 2023، وهو من بطولتها وبطولة زوجها السابق أحمد العواضي.